بيسان بيسان بيسان، تعي تعي لعندي دقيقة، بدي تساعديني بشغلة بنتي. بيسان بيسان يا بيسان، لك وينك؟ تعي. خير ان شاء الله. شوفي عند هالمسا ليش مستعجلين هالقد؟ شوفي لحتى عم تنادولي بهالطريقة، بدكم مني شي؟ ايه بس انا ما بفرم بندورة، ما بحب هالشغلة. نحن عايزينك شوي، يعني جاي لعنا ناس يطلبوكي. واو ياي، صرت مرغوبة ومطلوبة، يا ترى شو عم يصيرون؟ ليك يا بنتي الحلوة يا روحي، حياة بنحبها كلنا مزبوط؟ وانتي بتعملي أي شي مشانا ما هيك؟ ايه طبعا. يعني مستعدة تاكلي بطاطا نية؟ ممكن. حتى لو بقشرة؟ يعني إذا القشرة مو سميكة، بس فهموني شو الموضوع؟ هو القصة الجماعة بدهم يجوا يطلبوا حياة، وبصراحة ما قدرنا نخبرها، بتعرفي عقلة مانو معه. نحن رح نكذب عليها ونقلها انه جايين يطلبوكي انت بيسان، وانت رح تساعدينا مو هيك؟ رائع ممتاز جميل. نحن مفكرينكم عم تطبخوا ورح تطعمونا مسقعة طيبة اليوم، طلعتوا عم تطبخوا ألاعيب وخطط؟ الله يسامحكم. رح ألكن جوابي. أنا أبلاني خالي فاضية، أبلاني خالي إمي، وهذا الواجب مهم، بعمل أي شيء مشان حياتي. كتر خيرك يا بنتي، بتشكرك بتشكرك كتير، والله أنت ما في منك بنوب، كبرتي بعيني وبعيني. هلأ المهم خليني روح على السريع وخبر حياة انهم بدهم يجوا، بدي اشوف حالي عليها لانه جايين يخطبوني. اعطوني شوية معلومات لأعرف شو قلها، لك بلكي بقدر اقنعه وانا عم احكي عن العريس. حكومي ليكي، نحنا واثقين فيكي انت تقبريني، وحياة ما لازم تنتبه على الشي لو سمحتي. معقول عندي؟ مستحيل تحس بشي. يعني عندك؟ انتبهي. ايه مين هو؟ هلا القصة معي. وانا قلت لهم انتوا ارتاحوا عندي، ما رح خلي حياة تحس بشي ابدا. لك شو هالمخيلي عندهم هدول؟ تعرفوا شو؟ هدول مو ستات، هدول عصابة، بس عصابة خطيرة مانن سهلين. يا عم شو هاد؟ لك شو هاد يا بنات؟ بس شكلي انا خلص رح استسلم، هدول رح يجوزوني، انا حياتي صارت مخربطة كلياتها ورح بلش من جديد. بدي اقول لك بس لا تستغربي بصراحة، اذا هدول بيخططوا بيضلوا وراكي هيك بجوز بيوم من الايام تفتح عيونك تلاقي حالك جايبة ثلاث اولاد. ديري بالك، انا همي دابحني وهي وين؟ عيوني انتي يا امي، ولك والله انا قلبي موجوع. يا الله شو بدك تعملي يا روحي؟ هي مفكرة انها رح تسعدك بهالطريقة، شو بيعرفها باللي عم تحسي فيه؟ أنا مو قدران أصدق شو هالقدر هاد؟ هاي مراد بده يتجوز وأنا كمان، بس كل واحد منا بدنيا مختلفة، شو حلو ما هيك؟ بيسان ليش قلتي لهم رح تحكي معها بالموضوع؟ يعني ضروري تضايقيها هلأ وتخليها ترجع تتذكر اللي صار؟ آسفة بعتذر كتير منكم، كان لازم قلهم حياة بتحب مديرة، كان لازم قلهم أنا بتحب مديرة والحقير خبص مع غيره وحبلت منه، وهلا متضايقة وما فيها تتجوز حدا تاني. لا لا طبعا، يعني الله ستر انك سكتي وما حكيتي لهم، مشكورة لك. صبايا اسمعوا لكم، تعالوا خلونا نغير جو شوي، نتسلى ونستفيد من هالموقف، خلي حياة تمثل دور الغبية والهبلة، وهيك رح تطفشهم دغري والجماعة ما بيصدقوا يحملوا حالهم ويطلعوا من هون ويخلصوا، نتسلى شوي شو رأيكم؟ ايه طبعا لكن أصلاً أموري كلها مخربطة، شو رح يصير أكتر من هيك؟ أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا، أهلا وسهلا شرفونا. أسيل إذا بتعطيني هاي المهدئات مرة تانية بدي شيل لعيونك.